السلام عليكم. هسه راح نبلش بهذا الفيديو كيف نعرف السلابات وعلى أي أساس وشرح كامل بالتفصيل إن شاء الله. هسه شوفوا الفيديو الماضي لما خلصت الفيديو أنا عملت سيف للملف. هسه بدنا نشوف كيف بدنا نعمل أوبن مشان تعرف إنه بالتدريج، يعني افرض أنت اشتغلت ووقفت كيف ترجع تفتحه. في عندك خيار هاي اللي بالأصفر أو تفوت هون أوبن، نفس الإشي. تفوت هون بتروح وين؟ على الملف اللي انت سيفته هون على سطح المكتب يوتيوب سيف ستيكسف. دائما بنبه لشغله كثير مهمه انه لا تكتبه بالعربي، لازم المسار هذا كامل يكون بالانجليزي. فانا ايش حطيت؟ هذا الملف اللي انا سيفته المره الماضيه. احنا هون هاي الملف هيو هسه هذا راح يفتح معي، وشايف انا هذا الملف اللي انا عملت له استيراد تي اكس اف، وهاي الديفاين ماتيريالز، هاي الماتيريالز اللي عندي 280 اللي سيفناهم بالفيديو الماضي، اللي عملناهم بالفيديو الماضي. هسه احنا بدنا ننزل نعرف ايش السلاب. طبعا احنا هاي بالترتيب ماتيريال سلاب بيم رينفورسينج وار سايز تندون كولوم مول، بدنا نعرف اغلب هذا الشغلات بالترتيب. السلاب نيجي للسلاب، خلينا نمسح هاي البروبرتي كابتن مسحش لانه ما عندي غيرها. تمام، هسه بدنا نعمل ايش؟ اد نيو بروبرتي. هسه انت هون عندك السلاب ماتيريال، انت بدك السلاب ايش يكون نوعها؟ اكيد الكونكريت، يعني احنا عرفناها كونكريت. تمام، والكونكريت 30 ميجا باسكال. طب وليكن انت بدك تصممها على 25 ميجا باسكال، بتعمل هاي النقطتين، بتعمل كوبي لهاي السي 30، بعملها السي 25 مثلا، واللي بيختلف عندي هاي 25 ميجا باسكال. اوكي، فانا هون هسه بحدد اذا انت حابب تصمم السلاب على سي 30 او سي 25. انا احنا اتفقنا على سي 30 افضل. هسه هون انواع السلاب تايب، اطلع شو حط لك. في عندك سلاب، في عندك دروب، في عندك ستيف، في عندك وافل، في عندك ريبت، في عندك مات، في عندك فوتينج. تمام، هسه السلاب تنقسم لنوعين. خلني هون حسب السيف تنقسم لنوعين. السلاب معناها ممكن تكون فلات وممكن تكون سوليد سلاب. سوليد سلاب كيف يعني؟ إذا أنت شو أصلاً شو الفرق بين السوليد سلاب والفلات سلاب؟ بكل بساطة بحكي لك السوليد بتكون عبارة عن إيش؟ عادي فيها شبكة حديد وكمان بيكون في بيمات. الفلات بيكون بس شبكة حديد وحديد إضافي بدون بيمات، أو ممكن يكون عندي بيم على الخارج اللي كان اسمه بالارسي اسمه إج بيم، اللي كان اسمه إج بيم. فبالتالي السوليد سلاب تختلف عن الفلات إنه بس في بيمات، بس هاي الفكرة إنه في بيمات. في كمان فرق، فلات سلاب سماكتها فلات بلاد سماكتها لا تقل عن 20 سنتي، لا ممكن تكون 19 ممكن تكون 15، في الغالب 17-20 سنتي مينيمم. ما السوليد سماكتها 15 ماكسيمم 15 سنتي. تمام، سماكتها 15 سنتي ماكسيمم. اللي بستنتج كالتالي، انا اذا نويت اعرف سلاب انا بدي اعرف من السماكه اذا هي فلات او ايش اذا هي سوليد. طب كيف بدي اميز؟ هون بقول لك تيجي على المسافات بين الاعمده. خليني اجي اقول لك سلاب، انواع السلابات. بقول لك اذا كانت السبان عندك يعني طول المسافه بين الاعمده اقل من 4 متر بقول لك يوز سوليد سلاب، سواء 1 واي او 2 واي، بس بالغالب 2 واي. بقول له اذا كانت السبان من 4 سبان من 4 ل 7 بقول لك يوز 1 واي ريبت، 1 واي ريبت اعصاب بلوك. كانت من 7 ل 10 بقول لك يوز فلات سلاب. كانت السبام أكبر من 10 يقول لك يوز فلات سلاب أو
كويري بتسلاب طبعا كوي بت سلاب. كانت سبان أكبر من 10 أنا بستعمل في السلاب، وممكن يكون فلات سلاب بس لا ينصح فيها أبدا. ممكن تعمل فريم سيستم زي المساجد، ممكن تعمل بوست تنشن. بوست تنشن سلاب اللي هي هون بالبرنامج عندي اياها اسمها تندون. تندون التندون ما اللي قلت لك ما اخذت، يعني انا مش طالب ماستر ولا دكتوراه انستراكتور، فما بعرف شو تنشن سلاب. انا بعرف انه في كيبل بتحطه وشفتها على اليوتيوب يعني، بس انه ما تعمقت فيها، ما بعرف ايش الخصائص المطلوبه مني. وهيك تكون انتهى، بدك تركز عليهم، بدك تركز عليهم. انت هون كيف تجيب هاي الشغلات؟ هاي الشغلات بتجيبها من المعماري او من هذا ملف الديكسف. بدك تشوف المسافات بين الاعمده. هذا الاوتوكاد عندي، تشوف تعمل دايمنشن مثلا المسافه هاي، شوف المسافه هاي تقريبا ها مسافه من فيس تو فيس، يعني ما بتفرقش عندي المسافة. إذا بتلاحظ تقريبا أقل من 4 متر هون، هون 3 متر، هون 4.5، يعني تقربش على السوليد سلاب فعليا. يعني من هون لهون 7 متر ها، يعني في عندك مسافة بين الأعمدة من 4 إلى 7 تقريبا. فأنت هذا المنشأ تقدر تصممه one way سلاب. أنا بصراحة هذا المخطط أنا وريتكم إياه يوم شو أول مرة، يوم أول فيديو المخطط كان مصمم على وين وير بتسلاب بصراحة. تمام يعني. ليش؟ لأنه المسافة بين الأعمدة تقريبا من 4 إلى 7 تقريبا، ماشي في أقل من 3. مش منطق تصمم هاي الجهة لحالها مثلا فلد وهذاك الباقي هاي. في عوامل أخرى لتختار نوع السلاب، الأيدي العاملة، الأيدي العاملة. يعني أنت ممكن عندك عمال ما بتقدر تعمل وان واي سلاب، يعني انت اتفقت مع شركه مقاولات، شركه مقاولات عندك انا يا مصمم انا ما بعمل الا وان واي ريبت سلاب، براسك بتطلع على ايدي العامله. المواد، والمواد المتوفره بالدوله، الدوله اذا عندها بلوك كثير والسوالف هاي بدك تشتغل هذا الاشي حسب الايدي العامله والمواد المتوفره بالدوله. دائما هذول الثنتين ما راح يكونوا اشي مستعصي، لانه هسه احنا صرنا عالم جديد يعني 2022، فكل شيء متوفر راح يكون عندنا. هذا اهم شيء بدك تركز عليه. احنا هون هون شو عملنا؟ قررنا انه نصمم سلاب. هسه خلينا نجي بالتدريج. هسه هاي السلاب عرفناها تمام. هسه الدروب، هسه بتعرف انه احنا عندنا لو عملنا فلات سلاب راح يكون عندي بانشينج شير. فبالتالي انا عشان اعرف سلابة الدروب، من الدروب هي عباره عن سلابة فعليا بتنحط على فوق العمود بالضبط، او بتحطه يعني تحت السلابة وعلى العمود يعني. فبالتالي انت بتعرف السلاب اسمها دروب اللي هي تمثل الدروب بانل. الستيف هاي لو انت مثلا جبت بدك تعمل فوتينج تمام، بدك تعمل فوتينج، فانت بدك تنقل من الايتابس للسيف اللود. فانت اللود وين بدك تحطه؟ لازم تحطه على نقطة، وهالنقطة بتكون مركز مساحة. مركز المساحة، المساحة هاي ايش تمثل؟ تمثل ابعاد العمود. فايش الشغلة بستعملها في حال انا يعني بدي اعمل مساحة معينة مشان انقل اللود من الايتاب للسيف عشان اصمم فوتينج، اللي هي رقبة العمود نقدر نحكي عنها. الوفل، الوفل معناها تو واي سلاب، تو واي ريبت سلاب. في عندك هون الاوفر اول ديبث، الاوفر اول ديبث خلينا نكتب هون الاوفر ديبث، يعني السماكة الكلية. يعني خلص انا بدي سماكة سلاب مثلا 31 سنتي. تمام. سلاب ثيكنس، سلاب ثيكنس معناها معناها ايش؟ التوب مات. التوب مات هذه بتكون من 7 من 5 إلى 10 سنتي كأنه، أو من 7 إلى 10 سنتي، بس إحنا بالعادة نقول 7 سنتي، بالعادة إحنا بنستعملها 7 سنتي. تمام. طبعا هذا الملف اللي بكتبه وإن شاء الله غير راح أحطه بالوصف، مع إنه مش مرتب بس إنه يعني كتبته سريع عشان الفيديو يعني.
ام هاي السلاب ثيكنس. عندي هسه الستيم ويث توب وستيم ويث بوتوم. اذا انت الرب العاده يكون مستطيل، يكون مستطيل، فبالتالي اذا انت بدك اياه مستطيل فبالتالي هذول البعدين نفس الشيء. طيب الرب قديش عرضه؟ الرب ويث اوف رب يكون بالعاده عرضه من 10 ل 15 سنتي. احنا بالعاده بنستعمل 10 سنتي حسب سماكه الكتاب اللي احنا قاعدين بنشتغل عليها، تمام؟ بالعاده 12 سنتي، تمام؟ بالعاده 12 سنتي هذا عرض الويب اللي هو عرض الرب اللي بالعرض. فبالتالي بنحط هاي احنا 120 ملي، يعني 12 سنتي، هاي 120 ملي، وبنحط هاي 70 ملي. هسه السماك الكليه هسه بنحكي عنها لسه ما خلصناش. هسه هون في عندك السبيسنج اوف ريب ذات بارلل تو سلاب على الاكس وعلى الواي. هسه على الاكس وعلى الواي اللي هي الستدي اريا. الستدي اريا احنا بنعرف انها بلوك زائد ريب اللي بتكون بالعاده. الريب قديش هو؟ 12 زائد قديش البلوك؟ البلوك بالعاده 40 سم، فبتكون بالعاده 52 سم. ابعاد البلوك 40 ب 44، والارتفاع احنا بنحدده اللي بيحكم لي سماكة الستاب، يكون 24، ممكن يكون 18 وهكذا. هون بتكون بالعادة 520 520، وهي بتختلف معي حسب العصب عندك. هون إذا العصب عندك 150 بتصير هاي 550، إذا العصب عندك هون 10 بتصير هاي 50 وهكذا. بس بضل عندي الأوفر أول ديبث. الأوفر أول ديبث هسا إذا أنا سماكة السلاب اللي هي التوب مات 70، قديش بضل؟ هسا إحنا بنعرف اديك على توكاد شوي هون على جنب. بالعاده انا عندي هون التوبمات مثلا هيك، مش التوبمات اللي هو الرب، وفوقي في السلاب، تمام؟ فوقي في السلاب، هون بيكون في بلوك، هون بكون في بلوك هيك. السكشن مش صح رسمه، يعني اكيد في رسمات السكشن. طب الفيديو الجاي بحاول ارسم رسمات السكشن البلوك، يعني اورجيكوا اياه عشان تفهموا. مثلا زي هيك. بس اللي بصير عندي كالتالي، اللي بصير عندي انه هذا بلوك، هذا عصب، هذا سماكته، هذا الخط 10 سنتي، تمام؟ هذا هو ال 12 اللي انا عملتها هون، وال 70 هاي اللي فوق اللي هي 7 سنتي اللي هي عباره عن هاي الخط، تمام؟ هسه الاوفر اول ديبث للسلاب هو بده يكون عندي هو من هذا الخط ارتفاع هذا الخط لارتفاع هذا الخط اللي هو هذا الخط. هاي مش 9.2 طبعا، انا شفت القياسات رسمتها. فبالتالي اللي بحكم عندي على الارتفاع الكلي عبارة عن إيش؟ التوبمات هي 7، تقدر تستعملها 10 عادي ولتكن 7. شو اللي بضل عندي؟ بضل عندي البعد هذا اللي هو ارتفاع البلوك. ارتفاع البلوك هذا البلوك ممكن يكون عندي بالأردن، إحنا عندنا هون ممكن يكون عندي 18، ممكن يكون عندي 21 24 24. بالتالي إذا استعملت بلوك 18 زائد 7 كان 25، فبتكون سماكة السلاب 25 سنتي، يعني 250 ملي. أما إذا استعملت بلوك 24 فبالتالي 24 زائد 70 فبتكون عندي 31 سنتي. فعشان هيك هذا الرقم بحكم لي حسب البلوك اللي أنت ناوي تستعمله، حسب ارتفاع البلوك. فهيك أنا وهي الثيك بليت، الثيك بليت معناها إشي كبير، أبعاده كبيرة بالنسبة لسماكته. فإذا أنت بتعرف أبعاد السلاب كثير كبيرة وسماكته بتكون صغيرة فما بتكون ثيك بليت. أما الفوتينج بتكون مثلا 1 متر بواحد متر، 1 متر باثنين متر، وسماكتها 60 سنتي مثلا، فبالتالي بتحطها ثيك بليت. فهي بتفعلها بالقواعد بتشيلها. فهيك أنا بكون عرفت وفل سلاب. هسا الوفل، وفل شو بتفرق عن التو واي؟ بقول لك هسه بكل بساطه، احنا في فيديو راح يكون عباره عن وضع الاحمال، وضع الاحمال. فبالتالي اذا انا ما حطيت وضع وزن البلوك فبتصير اسمها وفل سلاب، وبتكون بالعاده هاي بتختلف ارقام كلها عندي، بتصير هاي 150 150 وهي بتصير 500، بكل ارتفاع البلوك اللي انا حطيته وهذا المفرغ يكون كثير كبير. اما اذا حطيت وزن البلوك بتصير تو واي سلاب.
تمام. الربت بنفس الطريقة، هاي السماكة، هاي السلاب ثيكنس، هاي عرض العصب، وهاي الستدي اريا. هاي اذا بدك تشوف انت لوكال 1 لوكال 2 شو معناها؟ اذا بدك الاعصاب موازية لمحور اكس، وهاي اذا الاعصاب موازية لمحور واي. تمام. ننزل على اللي بعده، على المات اللي هي المات فاونديشن. كم بدك سماكة المات فاونديشن بتحطها؟ واذا الفوتينج، اذا عندك سنجل فوتينج او كومبايند فوتينج، قديش بدك سماكتها؟ وبتبقى من خلالها، وطبعا كل الماتيريال بتعرفها كونكريت. تمام. فهيك بكون هذا الفيديو عبارة عن السلاب. فان شاء الله انا قلت لكم كيف هاي. هسه الفيديو الجاي قبل ما نفوت على البيم، او اذا نويت اصمم على البيم، راح نبلش نحكي عن انا شو بدي اعمل، شو ناوي اعمل بالمخطط. تمام. فهيك تقريبا بس انا قلت لك كيف تعمل السلابات. عادي بتعمل موديفاي لهاي او بتعمل نيو ماتيريال، بتعرف سلاب، ناوي انت فلات سلاب تعمل سماكتها. ان شاء الله الفيديو الجاي يكون في صفحات يعني من الكود او من النوتات اللي اخذناها في الجامعة، من خلالها احنا راح نعمل السماكات. ويعطيكم الف عافية.